السلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفات اللي كنديرهم انا قبل ما ندخل الدوش. غادي ندير ماسك للشعر ديالي، وغادي ندير واحد منه ماسك منه قماش كنديرو لوجهي. دونك غادي نوري لكم الماسك اللي كندير للشعر ديالي. تندير هنا خلطت زيت الكوك كما كتشوفوا، خلطت زيت الكوكو مع زيت أرغان وزيت ديال الزيتون. درت هنا جوج معالق ديال زيت الكوك، كندوبوه في باماري ولا في زليفه بحال هكا، وكنديرها فوق شي كاسرونه وكنخلي داك زيت الكوكو يذوب مزيان. منين تيذوب زدت عليه جوج معالق ديال زيت الزيتون، وزدت معلقه كبيره ديال زيت أرغان، وخلطت كلشي مزيان. وابخي غادي نديرو الشعر ديالي، غادي ندير غير في جهه لي بوينت، ما غاديش ندير لاغاسين حيت انا في لاغاسين شعري ميدم ديجا بلا ما غادي نزيد نزيتو. عندي غير لي بوينت جهه لي بوينت لتحت كما كتشوفوا اللي عندي ناشفين، غادي ندير ليهم هاد الزيت. والوصفه الثانيه عندي غادي نحتاج الشوفان، غادي نحتاج الشوفان، غادي نحتاج العسل، وغادي نحتاج دانون مسوس. غادي ندير معكم دابا الوصفه كما كتشوفوا. غادي ناخذ بتيت وبالنسبه للزيت البنات كندير حتى واحد الزيت عند ماما، فما عطاتنيش منه ما بقاليش، كانت عطاتني منه مي ما بقالياش. منين غادي نمشي عندها غادي نشاركوا معكم شنو فيه، حتى دارت واحد الزيت بوحديتها راسها، درت فيه بزاف ديال الاعشاب باش تينوض تيخلي الشعر كينوض مزيان. دونك هنا البنات غادي ندير معلقه كبيره ديال الشوفان اولا لي فلوكون دافوان، غادي ندير معلقه كبيره، وغادي ندير الوغ كويغا سوب ديال فلوكون دافوان اولا الشوفان، وغادي ندير معلقه صغيره ديال العسل، ندير معلقه صغيره ديال العسل كما كتشوفوا بحال هكا، نتشيت كويغ دو ميل، وغادي ندير معلقه ديال دانون مسوس. انا استعملت هذا، نتوما تقدروا تستعملوا اي ماركه عندكم، المهم يكون غير دانون مسوس ما يكونش حلو. وغادي ندير دانون مسوس، غادي ندير معلقه كبيره بحال هكا، معلقه كبيره ديال دانون مسوس، وغادي نخلط. وكما قلت لكم منه ماسك ومنه قماش، نحصل على واحد الخليط اللي بحال هكذا كيكون شويه متجانس بحال هكا. ومن بعد غادي نديرو الوجه وغادي نخليه واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نغسل بالماء دافي، ماشي يكون سخون بزاف، يكون غير دافي. وشنو بغيت نقول لكم بنات، غسلو كنغسل من موراهم شامبوان ديال ما فيهش سولفات بحال هاد لا مارك ديال السيف تاع لوريال. ومن بعد كندير انا هذا منين كنغسل شعريتو، هذا ديال الشعر اللي كيكون تري تري سيك ديال لوريال باري ماسك كريم، تتكون كريم وهي مزيته بحال الزيت، كندير هذا ولا كندير هذا حتى هو ديال لوريال باري. عندي هاد الجوج اللي كنستعمل، هذا كنستعملو الاكثريه لي بوينت سوفور دو بوينت، راه مكتوبه فيه كريم سوفور دو بوينت، كندير يا هادي يا كنستخدم هذا، يعني انا عندي هاد لي دو. وانا لا مارك ديال لوريال كنستعملها بزاف اي حاجه كو سوسوا دو شامبوانات في كاع لي تخيك. دونك هنا ابخي ندير الماسك، وغادي ندير دابا لشعري، بقاو معايا ندهن معاكم لشعري ونرجع. بون البنات انا رجعت معاكم، دونك دابا غادي نبدا ندير الماسك للشعر ديالي كما كتشوفوا. انا كندير دائما هاد الماسك تنديرو دائما للشعر ديالي، فتنبدا انا غير من التحت، يعني كندير غير من الاطراف، ولا اكثريه كندير لي بوينت انايا كما كتشوفوا، حتىش لي بوينت اللي كيكونوا عندي ناشفين بزاف غير ما نكثرش منه بزاف باسكو ابري كيجي شعري مزيت. مي تندهنو وكنديروا عليه يا فوطه سخونه، يا كنديروا دوك لي بوني بحال لي بوني ديال لا بيسين، تنديروا بوني وكنخليوه تنخلي كاع ديك لا تمبيراتور ترجع عليه سخونيه باش كومسا تيجي زوين بزاف. كندير له بحال هكذا كما قلت لكم، ما غاديش ينقص لو او ديال شعري، غادي نقص غير لتحت يعني غير جهه لي بوينت وداكشي. غادي نزيد ندير كما كتشوفوا حتى باقي عندي ناشف في دي بلايص فوالا كومسا. و او ميم طون تندوز مشيطه غير خفيفه على شعري كومسا باش تيدخلو مزيان باش كيدخلو مزيان الزيت للشعر، كيتغلغل فيه
هكذا غادي ندخل، حتى قبل ما كندير الدوش الكبير، يعني قبل ما كندير الغسله الكبيره، حتى واخا كنغسل بن في لا سيمين ولا هذه، كندير غير كنغسل شعري يعني دو فوا في السيمانه، فغسلتو ديجا ودابا غادي نعاود نغسلو. فداك الشيء علاش قلت نشارك معاكم، دابا انا ماسك تنديرو دو فوا في السيمانه لشعري. ومن بعد منين غادي نمشي عند ماما غادي نوري لكم اوسي الزيت اللي كنستعمل ديالها، فما بقى لياش تلمون تنستعملو ما بقاليش. دابا غادي نمشي عندها باش تعطيه ليا، ومن بعد غادي نشاركو معاكم. ديال التساقط الشعر دارتو بالاعشاب بزاف، تنمشي عندها وتقول لكم هي شنو فيه، حيتاش انا ما عارفاش بالضبط شنو فيه كم اعشاب، باش ما نقول لكم شنو امبورط كو. ايوا صافي البنات هكا، وكندهن مزيان مزيان مزيان. هذا كيهيدغاتي مزيان وكيعطيكم حتى لا بريونس في الشعر، كيخلي الشعر تايبري تايلمع فيه اللمعان. كندير له بحال هكذا، هانتوما كما كتشوفوا دابا لي بوينت ديالي دارو مزيان. ومن بعد غادي نجمعو وغادي ندير له واحد لو شينيون بحال هكذا، غادي نجمعو. هي ملي ديروا هاد الماسك لبسوا شي حاجه ما كتستعملوهاش، شي حوايج ما كتديروهمش بزاف، اي باش ملي يكون الزغب ولا الشعر ولا هذا ما يوزيت. ايوا صافي البنات هانتوما. دابا نشارك معكم وصفات اخرين ديال الماسكات ديال الشعر، كندير بزاف ديال الماسك انا لشعري، غادي نشاركهم معكم باش تعرفوا شنو كنستعمل انا اكزاكتومون. ودابا هذا الماسك اللي درت انا هنايا، منو ماسك منو قماش ديال الوجه، البشره الدهنيه يعني ماشي ناشفه. بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره دهنيه كنصحكم ديروا هذا الماسك وعطيوني النتيجه، فهو مبيض يعني كيبيض وكلشي. انا غادي نديرو ونرجع لكم من بعد. فالبنات انا وضعت دابا الماسك كما كتشوفوا معايا، غادي نخليه دابا 10 ديال الدقائق بالتمام، نقدر نخليه اون 5 حتى 10 ديال الدقائق. ومن بعد غادي نغسلو بالماء دافي وواحد الكيس ديال كيس نورمال، ماشي بحال هذا الكيس هكايا خشن، تيكون داك الكيس ديال الصابون، وكنحك به كنحيد به كاع باردون، وكنحيد به كاع الماسك. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوري لكم وجهي كي ولا، ولا كريم اللي غادي ندير من موراه. فهذا منو قماش منو ماسك، يعني كيفيتيني ندير القماش وعاد ندير الماسك، فتندير كلشي في خطره واحده. عاد باش كندخل ندوش ونوري لكم لا كريم اللي كنستعمل ملي كندوش ونسالي مثلا شنو كندير لوجهي ولو جسم ديالي. بون البنات بعد ما غسلت وجهي كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نمسح غادي نمسح وجهي هكا. الوغ الا بغيتو تقدروا إلا كنتو مثلا دايرين هاد الماسك قبل قبل ما ديرو نتوما هاد القماش ومنو ماسك، تقدروا ديروه قبل شي 5 دقائق قبل ما تدخلوا الدوش وتغسلوه في الدوش. فانا عاد درت الماسك كما شفتو، فما نقدرش دابا ندخل، خص الماء يبقى في شعري شي ساعه ولا ساعتين عاد باش نقدر ندخل ندوش. فكما شفتو البنات وجهي دابا ولا شويه بلو كليغ، كيبان ليا انا شويه تفتح كما كتشوفوا. انا الكريمه اللي تندير من مور الدوش لوجهي ان توكا تندير هذه ديال ميكسا بيبي ديال بنتي، كندير منها كناخذ ليها منها تنديرها هذه مع اصلا كاع لي برودوي ديال لي بيبي ما تيكونش فيهم يعني لي برودوي شيميك ولا داك الشيء اللي شيميك بزاف داك الشيء كيماوي، فتندير انا هذا ميكسا بيبي. ولو كور بالنسبه للجسم تندير هذه، كندير هادي ديال دوف نحك هكا زوين، فيه الريحه حتى ريحتو زويونه. تندير هذا هكا هاد دوف، وكندير لوجهي خلاص ميكسا بيبي اللي وريت لكم. وليديا ما عنديش لا كريم هنا، ما عرفتش فين درتها، مي يدي كندير لا كريم ديال لو بيتي مارسيي حتى هي زوينه. وهذا خلاص فازلين كنديرو للجنيه بالليل. ماما كتخلطو مع العكر الفاسي كيجي زويون، وسيتي عطير والقديمات كيوليو هكا فنين تيشعلو وحميم مرين. ايوا صافي البنات نتلاقاو في ساعه اخرى ان شاء الله، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك باش تدعموني وتبقاو على خير.